كل نجوم وضيوفك الكرام، وبرحب بمشاهدين تلفزيون الحياة. معنا مستمرين في لقاءاتنا مع أعضاء الجمعية العمومية لدى الصعيد. معنا طبعا في رسالة الحاج حامد علي بابا عايز يوجهها للكابتن حازم، أو مشكلة هو أصر أنه يكلمك، هنسيبه يشرح لنا المشكلة. تفضل. مساء الخير يا كابتن حازم، وأهلا بيك وبضيوفك الكرام، وأهلا بأعضاء الجمعية العمومية بصعيد مصر. يعني عندنا صعيد مصر مؤسساته كلها قد تكون بالية، وأن هناك الأندية ومراكز الشباب التي يقال عنها أنها جاذبة للشباب، ولكن أوجه لحضرتك بأن مراكز الشباب والأندية طاردة للشباب وليس جاذبة للشباب، بما انها ليس بها اي موارد او اي استفاده لاي عضو من اعضاء الجمعيات العموميه بمراكز الشباب والانديه. اوضح بان مركز الشباب منفلوط به ملعب، وقد قام السيد وزير الشباب والرياضه بزيارته منذ عامين ولم ينتهي فيه الى حل من عمل ملعب او عمل مدرجات او عمل مدخل او عمل اي شيء، رغم انه زاره ووعد بانهاء مشكله الملعب لمركز منفلوط بصفه عامه ولنادي منفلوط بصفه خاصه. ونادي منفلوط، اهلا بك يا دكتور كرم. ونادي منفلوط بصفه خاصه، حيث ان نادي منفلوط الرياضي له اعانه انشائيه وتم وقف هذه الاعانه لا ندري من اين، رغم ان المبنى قد قام ببعض الانشاءات فيه ولكن لم يتم تشطيبه حتى الان، والموارد موجوده لدى مديريه الشباب والرياضه ولم يتم الانتهاء من العمل رغم انتهاء المده القانونيه للعمليه. فنرجو النظر بعين، مش هقول عين العطف، بعين الحقوق. لنا حقوق كصعيد، انكم تنظروا لنا تمام على تنفيذ هذه الوعود والحقوق، وتسوونا بانديه ومراكز الشباب الوجه البحري، حيث ان الصعيد الصعيدين بنادي، واقول الصعيد مهمش ولا ينظر اليها اي مسؤول، سواء محافظ او وكيل وزاره، سواء من داخل المحافظه او من خارج المحافظه. فنناشدكم بالمساواه، لان هذا اجتماع انديه الصعيد، هذه رساله لكم، ليس في الرياضه فقط ولكن في جميع اوجه الخدمات الموجهه لصعيد مصر. وشكرا.